عليكم سيمون صافا لاباس عليك مزيان مرحبا بك معنا اليوم الله يحفظك لهلا يخطك غاد تصاوب لنا اليوم الحوت بالك انا شفت الحوت باش نقول لك نجيك نيشان ما عمرني طيبت الحوت في حياتي وما تناكلوش انا الحوت لما كانش مقلي ما تناكلوش ما كتاكلش الحوت لا انا جبت دابا بنتي اللي جبتي لي حوته غلميه ومذبوحه على الطريقه الاسلاميه ولكن غندير فيها يدي ندير فيها شرع يدي ونشوف واش مزيانه بعدا ما كتاكلش الحوت وتصاوبوا لا مزيان هو شوف الحوته بدا فيها جلاله شوف دير خاصها دير عمليه تجي الكوزينه على بركة الله. كيفاش دير سيمو في الكوزينة؟ كتطيب ولا ما كتعرفش؟ في الكوزينة أنا كنلقم. في الكوزينة كناكل. كتلقم كتنقب. كنقب كندخل نقب إلا كانت ولا حاطة شي حاجة يلاه كتوجد فيها وكنقولوا حنا يلاه كديريسي فيها كندن نهز أنا لكن ماشي زعما الطياب محال. الطياب ما كنطيبش. أنا تخطاني شوف أنا نقول واحد الحاجة تخطاني المقلة ما نعرفش نطيب. أي حاجة كدير في المقلة كتعرف ديرها. أي حاجة في المقلة حيت المقلة صافي كدير شوية زيت ولوح وسير تفرج في منار وكمال وجيع وتاني يكمل ما خاصكش تبقى مقابلها وعندك تحرق وعندك طيب خاصك تحرك وخاصك هادشي باش مقله مزيان سهله اه داكشي ساهل بزاف الوالده ديالك كتعرف طيب كيعجبك الماكله ديالها الوالده ديالي يكون عارفه الوالد كتعرف طيب كنجري عليها من الدار طيب كتعرفوش لا كاين واحد طيب مول الحانوت عندنا في الدار تما في الدرب هذاك كيعرف كاع العائلات الا الوالده مزيان وهي كيفاش كتعجبك الماكله ديالها الوالده كطيب مزيان كتعجبني الماكله ديالها ولكن من نهار تفرجات في الدكتور الفايد وهي كتطيب لنا ديك الماكله ديال الكلينيك كلشي مسلوق صحي على المسلوق كاين على المسلوق والكمون وداكشي بزيت العود كاين شي حوايج مابقاش كيدخلوا عندنا للدار حنايا بحال المناضه بحال الكاشير بحال شي حاجه هكذا مابقاش كتدخل مزيان تاكلوا ماكله صحيه علاش ولكن انا راه ما فاتحش على المراره باش نبدا ناكل المسلوق بعض المرات كتوحش البنه الزوجه ديالك اتبغيها تكون حادقه ولا كيما كانت ما عندكش مشكل زعما ماشي من المعايير ديال السيمو خصو المراه تكون حادقه ضروري ولا لا عادي شوف هي الزوجه ديالي غنبغيها تكون حادقه وما تكونش حادقه المهم غنبغيها تعرف طيب ما تعرفش طيب المهم غنبغيها انا كنقول الزوجه ديالي ان شاء الله الا كنتي كتشوفيني نعرفك دابا ما كتشوفينيش انا وجه النحس ما كيتشافش انا وياك ان شاء الله نسكنوا فوق من شي واحد كيصاوب بيتزا ولا شي واحد كيصاوب شي ساندويتش المهم مول تحت من فوق من شي واحد كيدير داكشي ديال الشوا باش الا حصلتي المهم ما نباتوش بالجوع صافي نبداو المقادير نبداو يلا دابا انت اللي تقدم لنا المقادير عندنا خيزو ياك هذاك خيزو ما غلطش المهم حيت الا غلطت شي حاجه فكرني غير شي حوايج ما كنعرفهمش عندنا خيزو مسلوق ومدور قريفات مقطع وعندنا بطاطا ما بغيتش نقول مقطعه ولكن هذه بانت لي مشرقه لا هذيك مسلوقه وتهرسات ها تهرسات مهرسه المهم بطاطا مهرسه راه القضيه شوف دوك البرامج ديال الطبخه الناس بقى يقول لك عندنا خيزو ديالنا والبطاطا ديالنا والربيع ديالنا بحال زعما كل ما كانش هادشي ديالنا كنا نجيبو ديال الجيران عندنا هذا الله يحفظنا ويحفظكم منه هذا مثلا تنتفايلش به حامض هذا الحامض الحامض المهم خليت لكم باش كومونطيو زعما عندنا مطيش تحب الملوك الناس اللي ما كيفهموش الفرنسي كتسمى طوماط سيريز عندنا ربيع عندنا الثومه ديالنا الحامض المصير ديالنا الملحه ديالنا الكمون ديالنا التحميره ديالنا والبزار ديالنا واحد جوج والله ما عرفتوا شنو هما هادو ما عرفتش هذا سكين جبير وهذا الخرقوم البلدي هذا السكين والزبير وهذا الخرقوم البلدي هاو عقلوا عليه وعندنا الفلفله وعندنا هاد وماطيشه ضيفه الشرف وماطيشه والزيت وعندنا الزيت وعندنا هاد اللعيبه الكراده والطبله والماس والمعالق وهادشي اللي كنحركوا نبدا ولا لا على بركه الله شنو نوجدوا دابا اول حاجه نقطعوا الربيع هادي اللي كنعرف ندير بعدا نقطعوا الربيع هو الاولاني واخا ما عرفتش يمكن واش كيبداو به ولا ما كيبداوش به المهم سي مو يقطع الربيع شنو كتعرف انت تقطعوا دابا بعد الهي طرا لك الدم سير شويه لين انت لابسه البيض لا كنعرف شويه نقطع الربيع عندي اي حاجه فيها تقطع كنقطع شي حاجه فيها تلصق ما نعرفش نلصق غادي مزيان ياك مزيان داكشي مسطره لا مزيان هو هذاك حيت ما نقدرش نقطع بالعبار مزيان لا ما تخافيش الكاميرا كاشي ديال رمضان حرام عليك لا ما تخافيش غادي مزيان المهم مدام كنتعلم نقطع الربيع سيمو بقي عاقل
اول مره صمتي فوقاش شنو وقع النهار الاولاني باقي عاقل عاودني كان اوغوزمون انا صمت في ايامات الشتاء كان جا ديك الساعه رمضان في ايامات الشتاء وكان النهار قصير كنا كنفطروا مع الخمسه قبل القسمين كتفطر انا الواعره شنو درت انا قلت زعما غادي ندف اول مره غادي نبدا الصيام قلت غادي نبدا ندير داك اللعيبه اللي كيديروا التريسوار كيخيطوا انا ديما كنبدا بالنهار الاخراني نهار نص نهار الاخر كنخيطوا مع نص نهار الاخر ديال ديما انا كنفطر في الصباح كنعرقها مزيان كنتغدى وفي العشيه كنقول انا صايم وكنعاود نخيطوا مع نص نهار ديال العشيه الاخرى الربيع تقطع مزيان صافي مزيان الشيء اللي قدرت عليه مزيان ياك شنو نديرو هنايا كنديرو الربيع ديالنا في هاد اللعيبه ما عرفتش شنو كتسمى المهم تاهي ديالنا كي جاتك هاد اللعيبه كنعرف نزلق الربيع صافي دابا تاخذها ودير العطريه صافي ندير فكرني في هادوك جوج شنو هما خلقون بلدي وسكين جبير واخا كنديرو الملحه ديالنا كنأكد على هاد ديالنا انا ما تخافيش بالصبيعات حيت الصبيعات هما اللي فيهم كلشي نديرو الابزار ديالنا على حساب واش كتبغي الحراره ولا كتبغي الحلاوه ولكن راه ما درتي والو بصح نزيد مازال نزيد الملحه مازال حتى الملحه نزيد المهم صافي دير انت اللي بغيتي طيب كيما موالف موالف لا طيبت لك كيما موالف سير دوموندي شي بيتزا ديالك من دابا كنديروا الكمون واخا ما عرفتش واش كيدير في الطياب ونورمالمون ما كيديرش الكمون في وسط الطياب كيدير حتى الاخر لا في الشمال الحوت كيدير كندير التحميره تيقول لك المثال الله يعطينا تحميره الوجه عرفتي شنو تحميره الوجه لا ما عرفتش كتحمروا هذه تحميره الوجه كنديروا سكين والزبير سكين جبير فرنسي مزيان غادي مزيان تدير مزيان ما نديرش وكنديروا هذا الخرقوم ببلدي وحبذا لو انك ما ديروش بصبيعتك لانه يكون عندك شي اجتماع في الخف العشيه ولا هذا لا هذا ما تيلصقش هذا الاخر هو اللي تيلصق هكاك صافي شويه باش ما يجيناش داك الشيء صفر عاوتاني بزاف وما تنساش تقول للناس يصوتوا لك على 10 الا عجبكم هادشي وانا عارف ما غاديش يعجبكم داكشي اش كنقول لكم الله يرحم لكم والدينا باش ما نبقاش باير في دارنا باش المره اللي غتجي تعرفني راه كنطيب مزيان صوتوا على خوكم ديروا معاه زوين ديروا معايا مزيان الله يحفظكم الله يرحم لكم والدي الله صافي صافي كمل قد النعمه كاع دخلوا صافي كمل دابا تاخذ شويه الحامض مصير وتعصر الحامض مصير هذا لا الحامض العادي الحامض العادي لا هذا ناخذ هذا العادي مصير. انا اللي غلطت دابا هذا العادي نقطعو تقطعو على جوج وتعصر منه شويه نعصر منه شويه على هكا بحال هكا بحال هكا حامض الطياب وييه مزيان صافي نزيد المهم انت المهم عينك ميزانك صافي صافي شنو نعاودو نديرو دابا ناخذ شويه ديال شويه ديال الزيت العاديه تاخذ الثومه تحكا واخا شويه ديال الزيت العاديه ناخذ الثومه نحكوه الزيت بزاف ديال الناس في رمضان كنشوفوهم في الزنقه ولا كيكثروا مدابزات كيكثروا بحال هكا كنقولوا كما كنقولوا الترمضينا شنو الراي ديالك في هذه القضيه لا مزيان انت كترمضان بعدا انا لا ما تنترمضنش كلش عليك وانا باينه فيا رمضان لا بايناش فيا انا كنت شعبان انا في شعبان اللي كنولي فيكل كنت شعبان كنت شول كنجي حتى رمضان وكنجمع راسي نزيد نديرو زيت العود تايا اه الا بغيتي تخلطها الزيت البلديه اولا زيت العود ما عرفتش علاش سماوها زيت العود المهم ديال الزيتون ما عرفتش علاش سماوها زيت العود لا فهمتي بحال البراد ما تيبرد والو منو براد دونك قبلوا علينا دابا تحك الثومه نحكو الثومه الثومه عاده انا ما تنديرهاش في الطياب ما تناكلهاش ما كتعجبكش ولكن الحوت ضروري خص تكون فيه الثومه ضروري الا ما كانش داكشي علاش انا حيت الحوت فيه الثومه ما بغيت ما كناكلوش جات معاك هذيك شنو هي هذيك اللعيبه نسيتها الخبر كنظن نسيتها صوتوا على خوكم ونقطونا على 10 ديروا بوجه التوحيمة الله يرحم لكم والدين ديروا هاد شويه ديال التجميل حيدوا التوحيمة الله يرحم لكم والدين كي كدوز نهارك في رمضان شنو كدير في النهار شوف بحال واش من داك النوع اللي كينعسوا النهار كامل هو واحد القضيه والله الفنان طبيعته ما تيفيقش بكري
بلا رمضان الايام العاديه بلا رمضان ما تيفيقش بكري. دونك في رمضان نقدر نقول لك المده تيقول الله اكبر كنقول لي انا حي على الفلاح. كنفيق مع هذيك الفيقه ديال لا نضحك معك كنقدر نفيق مع 12 الوحده. المهم ما خاصكش تفوت الظهر ويودنا عليك الظهر وانت ناعس. نقي 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 زيد 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 حكاكة صافي؟ زيد 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 باش تدخل فيها الشرمولة مزيان. خصكم شرمل باش تقطع الحوت انت يا عشيري. يكون شرمل كاين واحد المسمى كبير لا بغيتي صغير ولكن هذا راه يقدر عارض. لا لا هذا باش تلا دعاتنا ما نمشيو للجنايات. هذا هذا صغير انا خذت الاخر وقيل هذا مزيان. هذا هو ديال الشرمل كان شرمل الحوته بحال هكا فهمتي. تكون ضارب واحد ثلاثه ديال الحبات باش تقدر تشرمل الحوته. تكون واقف راس ديال الدرب وشده بحال هكا شده من هنا باش تحكمها باش ما تعلقش لك ولا فين تنزل اللي عندك لا تكش بحالك شي الاولىك تخلاتيش انت. لا ما كنتخلاش مزيان. الجهه الاخرى شمنا حتى الجهه الاخرى حتى هي جوج جويه بحال هكا كتزلق تتهرب. هذه حوته ديال البر ولا ديال البحر؟ لا ديال البحر. بعد ما شرملتي الحوته دابا شرملتها مزيان شرملتيها مزيان دابا غتاخد هاد الشرموله وتديرها نخلطها ونديرها في ناخذ المعلقه ديالنا كناكد ديالنا ماشي ديال الجيران كنخلطوا الشرموله ديالنا مزيان بحال هكا بحال هكا باش غنعمروا الحوته من الداخل زعما وضيتها شي شكل عندك تعمرها بزاف غير لا بشويه بشويه, بشوية. حوته كنخويوها من صرنا باش نعمروها بالربيز انا قلت ما يدار حق الله. علاش ما ناكلوش الربيز بوحدو نخليو الحوته ترونكيل غير انت حيت ما كيعجبكش الحوت يمكن حيت انا ما تناكلش الحوت داكشي علاش كيبقى فيا والله الا كيبقى فيا صافي مزيان ياك نبدا نعمر بيدي ولا بمعلقه باش ما بغيت الحوته عندكم راه خلعاتني ولا شوفي والله الا نلوسنا الحليب ها درست العقل شفتها قال لك الحوت ما عندوش العقل بزاف بداو نعم بزاف ما يبقاش ولا كنعمر الحوته بحال هكا. سيمو كديرش فيه ديال السبور في رمضان ولا والو؟ درتو حتى في الايامات العاديه اللي ناكل وشارب نديرو في رمضان اللي انا سخفان وخاصني نشرب شاد السبور ما ديال السبور ما تديرش السبور كعيتيني انا كنشوف شي واحد كيجري كنسخف بصح ما عندكش مع لا السبور ما كذبش عليك وسورتو هاد الايامات كندير شي ما درت الكريشه كاع انا درت الكرش في رمضان كندير الكرش ما عرفتش علاش كتعمر حتى من هنا هادشي صافي دابا قلبها ياك وكنديرو لهاد اللعيبه بحال هكا باش كتصبغ باش كتولي حمراء اه شتي الصباغه ديال الحوت تقدر تصبغ الحوته بلا ما دير هاد الاقامه كامله تحطها وتقدر تقول لها شتي انت والله تا احسن حوته في العالم تما ونعاودو ثاني نقلبوها ونديرو الاقامه في هاد فهذوك هذوك الشرميلات اللي شرملنا هذوك الشرميلات اللي شرملنا هما اللي كنديروا فيهم الاقامه تماما. دونك الفكره جايه من هنا داكشي شنو كتفلق كدير لك امك تحميره في راسك جات من هاد القضيه ديال الحوت تفلق الحوت عمرها بتحميره مزيان كنصبغوها عاوتاني بلاتي هذيك العمارة ما خصهاش تضيع لا خصها تبقى ماشي مشكل خصها تبقى ولا سنديوها لها في فمها باش ما تزرقش لا ما كيكونش لها ما كيكونش في الفم بصح تبقى تبقى تدوي اللهم الناس ما نديرو لا لاندادر لا بروشين بلا والو كتبقى بحال هكا دابا الحوته هي تشرملات ناضيه دابا غناخذو الطاجين وغنستفو فيه الخضره ونحطوها هي من الفوق ونزوقها فيه وهذا الشيء كيتلحس ولا بطاطا غادي ناخذ الحوته ونديروها في الطاجين. المهم كنكحزوا هذه البطاطا هذه شويه حيت كاين واحد النوع ديال الناس اللي كي في الطاجين سواء كندير الحوت سواء كندير اللحم اولا الدجاج تياكل الخضره اكثر ما تياكل اللحم وكاين اللي العكس كاين اللي لحم
كنخليو ليه بلاصتو فوالا نخليو الحوته فين تحط حبذا لو ان الطاجين يكون كبر من هذا شويه هذا شويه ماشي هو اللي صغير من الحوته اللي كبيره هذه بقات كتكبر كتكبر نساوها ما صيدوهاش في صغرها بقات كت تجاز كبيره ها هذه حوته تشدت الباك عاد صيدت مهم فوالا وكناخذوا هاد شويه ديال لاصوص هاد لاصوص سيداتي زدنا عليه شويه ديال الماء وزدنا عليه شويه ديال المطيشه شويه ديال 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 العطريه هذيك الشرموله اللي شاطت من الحوت هي اللي خديناها وزدنا فيها مطيشه وزدنا فيها شويه العطريه 5 وكنزيدوها فوق الطاجين كنمرقوا شويه هاد الحوت هذه فوالا كنمرقوا الجناب ديال الطاجين باش ما تبقاش ديك البطاطا صفراء بحال ديال مالين الريجيم الناس ديال الريجيم لينا وليكم الله مرجيه ان شاء الله الصوبه فوالا نزيد مازال ولا صافي لا زيد خصك تخويه كامل كامل غير انورك حيت هذا الماء هذا هو اللي غادي يطيب فيه الطاجين هكاك مزيان صافي مزيان دابا تاخذ الفلفله باش دابا تزين دابا انت اللي غادي تزين كيما بغيتي المعلقه كنسدو عليها فوق داخل الطاجين ولا برا الطاجين برا الطاجين صافي زيد وحده اخرى زيد وحده صافي مزيان صافي دابا بدات تزينهم كيما بغيتي صافي ياك غندير وحده حمراء وحده صفراء وحده حمراء وحده صفراء وحده حمراء وحده صفراء الالوان يمكن لا وما الصيام راكي عارفه كيف ناخذ شويه الحامض مسير قطعوه وحطو حتى هو الوسط قطعوه هكا ولا هكا قطعوه هكا هكا فوالا الحامض مسير هو الوسط تقدر تاخذ هاد لي طوماط وسط هما تزوق بهم كيما بغيتي واخا مطيشه تحب الملوك نديروهم وسط هاد ياك يجيو بحال شي قنيبيلات انا فوالا وحده في فمها الله يرحملك الوالدين حنا ناكلو هي ما تاكلش كنديرو واحد الطوماط سوريز في فم ديال الحوته بحال هكا باين عندك هنايا صافي من دابا الحوته كطيب الحوته غير دابا كطيب دابا نصاوبو شدينا لها فمها باش ما تغوتش باش ما تغوتش سمعتوا شي غوا تعرفوا راه ماشي الحوته راه شي حد كيدوق في الحوته دابا غنديرو سلاد ماروكان ياك سلاد ماروكان كيف ما كتعرفي سيداتي كنحتاجو الفليفلات فلفلام شويه فلفلام شويه بيان سور هاد شويه ديال الفلفلام اللي زوين في سلاد ماروكان وما كتحتاجش تشري كلشي تقدر تطلب من الجيران يجي فليفلات كدير لك سلاد ماروكان مطيشه ولا بغينا نديرو فلفله حمراء ولا فلفله صفراء للتزيين لحظه دونك كنبداو بالفلفله هي الاولى ما كملتيش المقادير المقادير بيان سور غادي نديرو فيها المليحه وغادي نديرو فيها شويه ديال الابزار وممكن على حساب الذوق ديالنا الا بغينا نديرو شويه ديال الحامض نعصرو من الفوق وزيت العود الا بغيتي نسمى زيت العود البصله زيت البلديه والبصله الا بغينا نديروها انا كناكلها بالبصله عرفتي السي مواد شحال كتباع في لي ريستورون في لي ريستورون شحال عارف شحال عارف عارف 25 35 حتى ل 45 درهم عادي الا كنطيبها شي نوي ويلي 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 كتولي ب 165 درهم لا والله الا بصح انا واحد ريستورون في اسفي شفت شي دي بلا اللي نورمالمون ما كيتقاموش بشي حاجه كثيره يعني المقادير اللي فيهم ما كتقامش بشي حاجه كثيره وغاليه وكيتباعوا بثمن ما كاين ناس كونسوماتور كاين ناس اللي كيكونسوميو هاد لو جونغ دي بلا باغ كونطخ الا صيبتيها في الدار تقدر تصاوبها بنينه اكثر من ديك اللي غاتاكل في الريستورون غاتقم عليك خاص وغاتيكونوميزي وغادير الدار وغادير الطوموبيل وغادير دير سيمو شفناك في المسلسل اللي كيدوز دابا في القناه الثانيه الخاوه عاود لينا شويه الاجواء ديال التصوير كيفاش دازت تبع المشكل عندي هنا ما كنقدرش ندي كونسونطرا مع التقطع ومع الهضره شويه هكا وشويه هكا حديثو مغزل حديثو مغزل اش غنقول لك التصوير ديال الخاوه داز من احسن لي تورناج اللي دوزت انا في حياتي كانت ليكيب كلشي فاهم بعضياته وكاين لومبيونس واللي زوين هو ماشي كل واحد كيفكر كيفاش غادي يبان هو زوين في ليماج لا تيفكر الا كنا نصور واحد سيكونس
وعندك انت واحد يمكن واحد ريبليك اما خاصو تزاد فيه شي حاجه ولا هذا كنتعاونوا كاملين باش داك المشهد يطلع زوين. الناس يمكن كيشوفوا البرودوي فينال مي راه هذيك الخدمه اللي تدار على داك المشاهد اللي كتشوفوا راه خدمه ديال الله والحق. تخيل بلاطو ديجا سخون بلي بروجيكتور وانت في شهر كتصور في شهر 5 والحراره طالعه ولابس الجاكيت باش يبقى راكور مع البديه ديال التصوير. انا نعاود لك شحال هكا تصور في الرام. ولكن داز اجواء زوينه بزاف. النهار الاخراني ديال فان تورناج راه كلشي تيبكي. يمكن غادي تشوفوا لي فيديو سوغ انترنيت في الاخر ديال السلسله راه كلشي تيبكي. دابا كنشوفوا بزاف ديال الناس كينتقدوا كيقول لك ان المسلسل سائل الناس ديال اسفيف. لا ما متفقش انا مع هذه القضيه. ممكن الا شافوها هما من وجهه نظر ديالهم ولكن ما متفقش انا مع هذه وجهه النظر. نقول لك علاش. الا غتبريسيزي لي غتحددي لي واحد البيرسوناج من لي بيرسوناج ديال السيت كوم نقدر نجاوبك بالتحديد. اما الا غادي تهضري جينيرال نقول لك بحال خديتي كازا مثلا الدار البيضاء. دابا عندنا واحد المناطق اللي حنا دابا كنضحكوا بها وكنقولوا راه واحد المناطق كتقول اعطيني صرف 10 الله يحافظك. الا خديت انا واحد البيرسوناج من كازا ومثلته في واحد سيتكم ولا واحد الفيلم وكيقول نفس كيهضر بهذه الطريقه واش كنسيء الناس ديال كازا كنقول كلهم كيهضروا هكا؟ لا غير واحد المنطقه واحد العينه هما الناس العبده البيور العبديين بيور تقريبا الهضره ديالهم بحال هكا ماشي كنعيبوا فيها ولكن حاولنا نحطوها في واحد القالب اللي نفكروا بها الناس ونقولوا راه كاين واحد الناس من منطقه اسفي واحد المنطقه من اسفي كتهضر بهذا وبالعكس انا كتجيني انكم شرفتوا منطقه وصورتوا في اسفي وهذا هو الهدف ديال سيتكم والهدف ديال الطاقم التقني كامل ديال سيتكم لا الناس ديال الانتاج ولا الناس ديال الاخراج والهدف ديالنا هو نعرفوا باسفي ونبينوها في صوره مزيانه ونبينوا الحضاره ديال اسفي ونبينوا الفخار ديال اسفي لان اسفي معروفه بالفخار وش نقول لك راه ما شاء الله طاجين لك تقدر تاخذه هنا ب 45 درهم في اسفي تقدر تاخذه بمين با 15 20 درهم يعني يمكن الناس ديال اسفي فهمونا غلط. حنا الغرض ديالنا هو نعطيو الصوره الزوينه ديال اسفي كيف ما هي راه صوره زوينه وصورتها الحقيقيه هي هذيك بنعطيو الصوره المزيانه ديال اسفي ما بغيناش نسيئوا لها وكلا كان شي سوء فهم يسمحوا لنا. قطعنا دابا الفلفله انا غنعاون كنقطع معاك ما تقلقش واخا تقطع الطماطيشه لان تقيل شويه في الطياب ياك ماشي مشكل نقطع طماطيشه اخرى ولا شكون هو الكوميدي اللي كيعجبك تشوفه في رمضان؟ في رمضان؟ شنو نقول لك بحال ذاك العام كان كيعجبني حسن الفهد ما كاينش طاجين وجد الحوته وجدات والله الا سدات فمها انت شوف شميتي شميت عرفتي علاش رجال اي حاجه كيطيبوها كتجيبني انا ياك واخا كتكون تخربيقه شميت انا الريحه يا سلام شهيتكم فيه تسناو تيختاروا شي كاميرات كيوصلوا الريحه شتي باش عرفوا انا كنصوب طاجين ديال جوج جوج طباصل كنفوتهم شكرا بزاف استيمو وشكرا لكم نتوما بزاف على الاستضافه وشكرا للمشاهدين اللي كيشاهدونا وكنقول لكم عاوتاني مره اخرى على العار لما صوتوا علينا ودير بوجه هاد الحوته اللي حل فم الله يرحم لكم الوالدين وكنبغي نوجه عاوتاني رساله للناس ديال اسفي ها الفخار ديالكم كيوصلنا حتى لكازا حتى الرباط حتى المدن الاخرى وحنا كنفتخروا بالناس ديال اسفي والناس ديال اسفي الله يعمرها دار وواحد الحاجه يمكن ما قلتهاش قبيله الوقيته اللي كنا كنصوروا السيت كوم ديال الخوا في اسفي جا واحد الوليدات صغار جايبين دي سوفونير كاتبين فيهم السميات ديال الممثلين كاملين بالسميه بالكنيه وبلاضات واحد جوج وليدات صغيرين من اسفي وعطاونا كل واحد كادو يعني ما يمكنش تنسى الخير ديال الناس وما يمكنش تنسى الكرم ديال هاد الناس ومن هنا كنقول لكم شكرا لكم وشكرا للمغاربه كاملين. مرحبا الله يا ودي خليناك طيب الحوت اللي ما كتاكلوش ايوا خليته لكم دابا انا طيبته لكم نتوما لا تذوقوه شكرا بصحتكم شكرا.